حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة سعادة السيد محمد موسى البلوشي، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الوفد. أهلا بك في نشرة الثالثة. ما أهمية زيارة الوفد البرلماني لمملكة البحرين إلى القاهرة؟ تأتي زيارة الوفد البرلماني لجمهورية مصر الحبيبة لإبراز دور مملكة البحرين في جميع المجالات التنموية في ظل قيادة سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة، وبمتابعة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. حضورنا الاجتماع السادس للبرلمان العربي يجسد أيضا روح التعاون والمشاركة في الآراء والأفكار المرتبطة بكل ما يخص الدول العربية، خاصة فيما يخص موضوع الذكاء الاصطناعي اللي يواجه العالم في هذه الأيام خاصة. كذلك زيارة تمهيد للقمة العربية اللي راح تعقد إن شاء الله في مملكة البحرين في منتصف الشهر القادم إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد للجميع. نعم، إذا من القاهرة سعادة السيد محمد موسى البلوشي، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الوفد، شكرا جزيلا لك.